هذا المعرض هو استمرارية لمعرض نظم بالبنان، وكان حول الكنوز المستعادة التي استعادتها البنين من فرنسا 26 عمل، وكان في شقين. الشق الأول يتعلق بهذه الكنوز الأثرية أو الإثنوغرافية، والشق الثاني يرتبط بالفن التشكيلي. هذه الأعمال في واقع الأمر تنتظم في شكل ثلاث محطات أساسية مرتبطة كما قلت بالثقافة البنينية بشكل عام، وكيف هذه الثقافة تجدرت، كيف أن المعتقدات والديانة السائدة في البنين طغت على التصور العام عند الفنانين. الرئيس البنيني اختار أن يكون المغرب هو أول محطة لاستضافة هذا المعرض قبل أن يذهب إلى فرنسا، علما بأن الرئيس الفرنسي طالب تنظيم هذا المعرض ببومبيدو، المركز الثقافي المتحف جورج بومبيدو بباريس. C'est pas du tout ce que j'attendais comme exposition, donc je suis ravie de cette découverte. Je m'attendais à une exposition classique de masques, de costumes cérémoniels. Or là, on a un travail d'artiste jeune, plein d'audace. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié ici, ce sont principalement les sculptures qui sont originales, très belles, tout en couleurs. Je trouve que les artistes africains, moi aussi, je suis extrêmement étonnée de leur modernité. Ils ont beaucoup de choses à exprimer, je pense, à travers l'art moderne.